أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشياطين تصعد إلى العنان، العنان السحاب، إن الشياطين تصعد إلى العنان فيسمعون الملائكة يتحدثون بأمر الله قد قضي في السماء ونزلوا به إلى الأرض. الملائكة وهم ينزلون إلى الأرض بعد أن قطعوا السماوات كلها وبدأوا بالنزول من السماء الدنيا إلى الأرض، وهم عند السحاب يتحدثون. بماذا يتحدثون الملائكة؟ يتحدثون بالأمر الذي أعلمهم الله تعالى أنه قضاه، أنه أحدثه في خلقه، أنه حدده لعباده، يتحدثون به. فهؤلاء الشياطين يصعدون إلى قرب السحاب فقط، يعني ولا إلى السماء الدنيا، إلى ما دونها، إلى السحاب، وهكذا هذا حدهم. فيسمعون الملائكة وقد نزلوا يتكلمون ببعض ما قضي من أمر الله. قال: فيخطفون الخطفة، فيخطفون الخطفة، يعني بيستمعوا شوي، عجب، دقيقة، نصف دقيقة، دقيقتين، الله أعلم، خطفة، كما نخطف خطفة، فيستمعون أو فيخطفون الخطفة ثم يرجمون بشهاب. قال: فيلقونها إلى كهانهم. قال: ارجموا الشهاب، ما ماتوا، قد ينجو منهم أناس وقد يهلك أناس. هم في الأصل إيش استطاعوا؟ لا استطاعوا اختراق السماوات، وإنما في السحاب. ثانيا، لم يستمعوا إلى كل ما أنزل من قدر الله من كلام الملائكة، وإنما خطفوا الخطفة، كم مقدارها لا أدري كما قلت. ثالثا، سيرجمون شاءوا أم أبوا، ولكن قد ينجو منهم وقد لا ينجو. فإن نجا، قال، فيقرون في آذان أتباعهم وأدعيائهم، يعني ينزل إلى هذا الكاهن الساحر المدعي فيقول له: سيحدث كذا في يوم كذا، فيلقون في آذانهم. قال سيدنا رسول الله في تتمة الحديث: فيكذبون معها 100 كذبة. الجن اللي استطاعوا النزول وبإذن الله تعالى هربوا من هذه الشهب، ومعهم هؤلاء الكهنة يكذبون مع هذه الكلمة التي استطاعوا الوصول إليها من المقدرات المغيبات، يكذبون معها 100 كذبة. إذن قد يوجد مثل هذا الكلام، ولكن 101، ونفس هذه الكلمة التي قالها قد تكون مشوشة، ما قبلها خطأ وما بعدها خطأ وفي وسطها خطأ، لأنه خطف خطفة. أظن أن التبيان إن شاء الله تعالى لهذه القضية صار واضحاً.